بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم عبد العزيز عدنان حبش في اللجنة الفنية للهيئة الملكية بينبع، ضمن فعاليات مهرجان الرياضي 2019 بينبع الصناعية. قامت الهيئة الملكية بينبع الصناعية بمسابقة فيفا 2019، مسابقة البلايستيشن، حيث تم إعداد إدخال 128 مشارك. البطولة تتكون من 4 مجموعات A و B و C و D. عبد العزيز الصبياني بطل مجموعة A، مجموعة B بطلها عادل حمود الحربي، مجموعة C فهد القاضي، والمجموعة D الآن اللي احنا قائمين عليها ونشوف البطل في مجموعة D لاستكمال نصف مربع نصف النهائي مسابقة دوري بلايستيشن 2019.